لحكايات الأجداد وقصصهم تأثير بالغ في نفوس الأطفال، وخاصة عندما تلون الجد من صوتها أو تخفض وترفع من طبقات هذا الصوت عند الحكاية الشفوية التي غالباً ما تستلهمها من الحكايات القديمة أو من حكايات ألف ليلة وليلة أو حكايات كليلة ودمنة أو الحكايات الشعبية مثل حكاية الأميرة ذات الهمة أو حكايات أبو زيد الهلالي والظاهر بيبرس وعنتر العبسي وغيرها من الحكايات الشعبية والنوادر، وبخطوات بطيئة تسير خطى الجدة إلى غرفة أحفادها الذين تصبو عيونهم إلى قصة ما قبل النوم بانتظار بدء قصة السهرة التي تفتتح بكان يا ما كان في قديم الزمان، لتسرد الحكايات بصوتها الهادئ الذي لا يزعج سكون الليل وبتفاصيل تنافس روعة مؤلفها، فتكبر الأحداث بكلماتها البسيطة تحت أجفانهم الناعسة، ولفرط التشويق في القصص المسرودة يطلب الأطفال مزيداً منها. تميزت الحكايات الشعبية العراقية بوفرة عددها وتنوع بيئاتها وتعدد روافدها، فكانت مصدراً من مصادر غنى التراث الشعبي العراقي وخصبه وجماله، ولكن المؤسف أن رواة هذه الحكايات بدأوا بالانقراض منذ أن غزا التلفاز والهاتف البيوت، فقد همش هذه الأجهزة السحرية دور الأمهات والجدات اللواتي كن يحفظنها ويروينها وينقلنها من جيل إلى جيل حتى غدت مهددة بالنسيان والضياع.